اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه طبعا برحب بضيفي الكابتن صلاح محيي، كابتن محيي صلاح، انا اسف، مدرب حراس المرمى بنادي الاهلي وايضا صانع نجوم او النجوم كره اليد في حراسه المرمى. اهلا بك يا كابتن. اهلا بك كابتن هيثم، منورنا ومشرف قناه النادي الاهلي. ده انا اللي متشرف بيك، واول مره اطلع مع واحد رياضي. لا كابتن شرف، ده انتوا الابطال وانتوا النجوم. الله يخليك كابتن. احنا عملنا تقرير كده، خلي الناس برضو تعرف انجازاتك في المجال ونشوف التقرير ونرجع لبعض. اعزائي المشاهدين نشوف التقرير عشان نعرف طبعا كابتن محيي اكتر، ولكن بعد التقرير فضل. محيي صلاح صانع حراس عرين كرة اليد بالنادي الأهلي. نجح محيي صلاح مدرب حراس مرمى الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي الأهلي في قيادة ثلاثي حراسة المرمى ليكونوا على أهبة الاستعداد لقادم المباريات والبطولات، بل أنهم أضحوا جميعا حراسا دوليين تستعين بهم المنتخبات الوطنية في كافة البطولات والأحداث الدولية. واستطاع صلاح تطوير مستوى ثلاثي محمد عصام الطيار، عبد الرحمن طه، عبد الرحمن حميد، والأخير خرج على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر من النادي الأهلي ليلعب باسم نادي فيسلا بلوك البولندي، وهي خطوة رائعة للاعب الناشئ والذي يبلغ 21 عاما، حيث سيكتسب الكثير من الخبرات، حيث بدأ في توفير الأجهزة الجديدة المساعدة لتطوير حراس المرمى وإكسابهم المرونة وسرعة رد الفعل اللازمة للتصدي للكرة القوية والخادعة. كما نجح محيي صلاح في توفير مناخ جيد ومنافسة قوية بين الثنائي الطيار وطه للدفاع عن عرين النادي الأهلي، ليصبح النادي الأهلي ثاني أقوى دفاع في البطولة بعدما تلقت شباكه 248 هدفا في 10 مباريات. ويعول الجهاز الفني للفريق الأول لرجال اليد آمالاً كبيرة على تجهيز محيي صلاح لحراسه الدوليين في المباراة الحاسمة والقوية المقبلة، والتي سيتحدد على إثرها بطل دوري المحترفين للموسم الحالي 2020-2021، حيث لم يتبقى للمارد الأحمر سوى 4 مواجهات فقط أمام كل من زهور، الأولمبي، سبورتينج والزمالك. اهلا بحضراتكم من جديد كابتن محيي. تمرين انا يعني شغل وحاجات وابلكيشنز، يعني اسلوب علمي في تدريب يا كابتن. انا والله بشكرك وبشكر المعدين على التقرير الجميل ده، والله حاجه جميله يعني. هو بالنسبه للابلكيشن ده ابلكيشن اصلا بتاع باسكت، بتاع ام بي اي، هو نازل اصلا بتاع باسكت، ملوش علاقه بالهاندبول ولا ليه علاقه بالحراسه. يعني التطبيق اللي احنا شفناه في التقرير اللي هو الرياكشن بتاع لعيب ويعلم الرياكشن ده اصلا برنامج نازل على التليفون يعني وكده، ده بتاع باسكت وام بي اي والتمرينات كلها بتاعت باسكت. انت قيفته على الجول؟ انا ظبطته بقى على الحراسه والهاندبول والرياكشن. بس هو يعني مثلا في هنا بيجي اللي انت على الضوء الاخضر ويطفي، في بقى بيبقى مثلا كيسين مثلا كاتب ووتر وبساب حرف فاضي. ايه ده؟ والحرفين بيطلعوا فانت تعلم تتعلم عليها. ده شغل منتال مش رياكشن، ده منتال ورياكشن. بالظبط كده، بالظبط كده يعني. وديك عصام فيها مميز قوي، عصام طيار. عصام طيار مميز فيها جدا يعني، لان انت عايز ايه، انت بيديك الكلمه وفي حرف ناقص وبعد كده يديك حرفين وانت المفروض تعلم على الحرف اللي ناقص الصح. فالتكنولوجيا طبعا مهمه جدا في التدريب، اتطورت بطريقه مش طبيعيه. طب انت عملت ايه في البدايه؟ يعني انت اول ما توليت المسؤوليه، انت بقالك اولا كام سنه عشان سادم شديد؟ ده تاني موسم. تاني موسم. يعني من اول ما بدات تتولى المسؤوليه بدات تخطط ازاي؟ ايه الاسلوب العلمي اللي انت قلت هعمله؟ اول حاجه كنت بتفرج عليهم. اتفرج على عصام لوحده وحميد وطه. اول حاجه كان اهم حاجه عندي ان انا اظبط لهم التكنيك. بمعنى يعني يعمل التكنيك واحده واحده كده. يعني يعمل التكنيك صح. يعني مثلا على سبيل المثال عصام طيار. عصام عنده مرونه زياده، يعني عصام ما عندوش مشكله اللي هو يرفع رجله توصل للعارضه بسهوله جدا، بس ايده ساعات بتنزل، فكانوا بيعملوا كروس على بعض. يعني الايد والرجل يبقوا عاملين كروس. بالظبط كده، بيعملوا كروس كده، في جاب تقدر الكره تخش منه، او بيبقوا هما الاثنين قافلين حته واحده، احنا عايزين نقفل اكبر مساحه في المرمى، فعليت له ايده شويه فبقى ايده ورجله بتقفلوا على بعض، فالمساحه اوصادي فيها كور كتير في كاس العالم. يعني انا شايف حتى في التمرين الطيار ماسك
بار حديد بحس ان انا ثابت له دايما ايده تبقى عاليه زاويه معينه فوق ورجله اللي تروح لها رجله سريعه لان انت مش هتقدر تتحكم في مرونه رجله خلاص بالظبط لا هو خلاص هو رجله سريعه رجله سريعه ومرنه فبتطلع زياده فعلت له ايه ايده شويه فبيقفلوا على بعض مع بعض وده كان على بعض وكان ليه دور كبير في الكوره كتير قوي كور بالتكنيك ده صد كور كتير جدا من بين واحد واثنين وانفرادات من بالتكنيك ده برافو واهم حاجه بقى دايما في حراسه المرمى الشخصيه لا فهمنا يا كابتن واحده واحده خلي بالك برضه حارس المرمى لازم يكون عنده قوه شخصيه يعني بص احنا كده اهو ده يا كابتن معلش انا اقف على له اهو انت كده بتعلمه رافع له ايده عشان رجله تروح على الكوره مع اللي هو ايه في وزن خفيف يعني البار ده خلي بالك ايه خفيف لان ايه بحيث اللي هو ايه تبقى متثبته ايده متثبته في نفس كده ورجله تتحرك الله ده المفروض كان تسخين بعد كده هتلاقي بقى ايه اللي هو ماسك دامبلز وخلي بالك ده بيعملها في الترامبولين يعني بيبقى في امبالانس بالظبط يعني هو بيصد الكوره وهو جسمه واقف امبالانس مش على رجل في الملعب بلا ما يبقى على الارض ثابته بيبقى الموضوع سهل يا عيني عليك يا كابتن بيبقى الموضوع سهل وده مثلا ده رد فعل لا كابتن. بص بقى دي بندخل فيها البجدي اللي قبليها بتدخل فيها ايه بقى بتدخل فيها انا بقول له اللون يعني هما كانوا هي دي يا كابتن وده الابلكيشن معلش احنا بسرعه بنقول لو ده الابلكيشن بنور اخضر يحط ايده عليه ده رياكشن بعد كده بتدي له كلمه في برضه اللي هو يقوم واخد الكلمه وفيها حرف ناقص وهو يقول يعلم برضه بايده كده يخبط على الحرف الناقص يعني بتشغله المنتال وهو بص هنا بص ايده لا بالراحه يا جماعه واحده واحده ايوه قفلوا مع بعض مش على بعض الله ينور عليك لان هو بيرفع رجله بسهوله صح. فلو ايده بقى ما فيهاش التقل ده ونزلت هتلاقيهم قفلوا يعني عملوا كروس وقفلوا منطقه واحده بالظبط كده ما قفلوش زاويه وتحت فاضيين بالظبط كده بالظبط كده مش هكون وصلت اللي انت عايزه طب انت اول ما جيت قلت لي اتفرجت عليهم لازم التكنيك سجلت ملاحظات دي اهم حاجه انت لازم تشخص انت مش هتقعد تمرن انت هتمرن يعني انا مثلا ايه طه غير حميد غير عصام فانت بتمرن بتشخص الاول الحاله ايه وهشتغل ازاي عشان تشتغل ازاي يعني بالظبط كده طب ثلاث حراس يعني نقول كواليس شويه كده انت اشتغلت بلاش نقول يعني اسرار بس هنقول ايه انا عارف طبعا دي اسرار شغل وبتاع بس انت نمت لهم ايه كل واحد بص هو اهم حاجه اللي انا اللي كانت تفرق معايا هم حاجتين التكنيك والشخصيه لازم يكون عنده شخصيه وشخصيه قويه وما يتاثرش ليه بقى لان حارس المرمى في كره اليد هم بيقولوا 50% انا بقول له هو اكتر من 50% هو 60 70% أكتر. اوكي عندك حارس المرمى ما فيش حد بيصلح له خطاه انت بتصلح اخطاء الدفاع محدش بيلم وراك مفيش والحاجه الثالثه كانت المهمه برضو اللي انا كنت عايز انميها فيهم ان توقيت صد الكوره يعني بمعنى ايه مثلا في مثلا ماتش مثلا احنا فرق واحد لين وكوره معانا تمام اتقطعت فاست بريك لازم الفاست بريك ده يتصد مفيش حاجه اسمها اصل كوره من على السته لا 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 توقيت صد ليه بقى لان الكوره دي هتبقى تعادل وانفراد عليك لازم تتصد تعادل وانفراد عليك تتصد يعني التوقيتات الشخصيه دي والتوقيتات دي بقى عندك الاصرار وما ينفعش حارس المرمى يعني مثلا ساعات الفرق بيحصل لها هزه في الدفاع هزه في الهجوم ما ينفعش حارس المرمى يروح مع الهزه دي لازم نفصله لان لو راح الماتش راح صح الحاجات دي بتفرق اداره الماتش زي مثلا في ماتشات مثلا محتاجه عصام في ماتشات محتاجه طه في ماتشات محتاجه حميد ازاي تلعب بكل واحد بالماتش اللي يناسبه والجهاز الفني بيرجع لك طبعا لا في تنسيق كامل بيني وبين كابتن طارق طبعا تنسيق كامل بس بيدي اختصاصات كامله لا كابتن طارق طبعا بيدي مساحه للجهاز اللي شغال معاه وفي تنسيق بيني وبينه كامل في كل حاجه لان المركز ده ما فيهوش لعب فيه انت ما ينفعش تلعب في المركز ده صح. لان هو ده زي ما يقول ايه صمام امان يعني انت ممكن مثلا يكون فرقتك المستوى الفني بتاعها 50% وحراسه المرمى بتاعتك 70-80-90% تكسب العكس تخسر لو فرقتك 90% او 80% المستوى الفني بتاعها المستوى الحراس لو اقل لا تخسر طب قول لي انت عندك الثلاث حراس بسم الله ما شاء الله بيجيلهم عروض يعني الثلاثه مطلوبين بره
عملت ايه في الموضوع ده؟ يعني برضو خلي بالك ايه يعني الموضوع ده حساس شويه، ان هو طبعا بيبقى لاعب عايز يطلع بتاع مش عارف ايه، بس انت عندك ثلاثه كويسين قوي اصله بصراحه ما شاء الله. خلي بالك موضوع اول مره تيجي في تبقى في تاريخ النادي الاهلي وفي تاريخ مصر الثلاثه يطلعوا ورا بعض صغيرين في مكان واحد وفي نادي واحد. خلي بالك الموضوع مش سهل. انا قلت في الانترو ما جاش صدفه. ما جاش صدفه. خلي بالك ما جاش صدفه، يعني انت صدفه يطلع لك حارس مرمى قوي. وانا مش عايز ارجع بالتاريخ، كان عندنا لعيبه ثانيه ومشت من النادي وكانوا برده كويسين فمش صدفه. طيب والتعامل معاهم نفسيا برده خلي بالك انت بتتعامل مع ثلاثه ازاي؟ ما هو ده الموضوع على فكره مش سهل. عشان كده بقول لك الموضوع مش سهل، لان كل واحد كاركتر غير الثاني. ومثلا سي مثلا عصام الطيار مهندس. مهندس كهرباء. يعني على فكره انا مهندس كهرباء برده. هو والله؟ مهندس كهرباء برده؟ لا عصام مهندس كهرباء، انت بتتعامل مع مهندس. يعني انت بتتعامل هو اخر سنه ليه في كليه هندسه، فانت بتتعامل مع مهندس. طه في تربيه رياضيه هتلاقيه متعب بيفكر كتير عصام الطيار. بيفكر ويحلل كتير صح؟ دي حقيقه. بس انا كنت كده. انت عارف النقطه دي من اول لما اتعاملت مع الطيار شخصيا وانا بكلمه فيها. عارف ليه؟ الغيري مخك شويه، ريح مخك شويه. لا 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 اقول لك انا. لان خلي بالك الموضوع ده يعني انت بص فتحت معايا موضوع مهم جدا 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 مع عصام بالذات. ليه بقى؟ موضوع التحليل والتفكير وكده بيسحب من تركيزه. برافو عليك صح. يعني انت مثلا عصام بالذات مثلا ايه؟ هتلاقيه مركز مع الفرقه الثانيه والمدافعين بتوعه والهجوم والدكه والجمهور والماتش. عصام لو سمحت انت كده هتسحب من تركيزك. فلا انت لو ما تسحب منه بقى الحاجات دي ويركز بس لا يعلى. حتى النسبه بتاعته بتعلى. اشتغلت على الموضوع ده ولا جيت؟ الموضوع مهم جدا. المشكله بقى ايه؟ الموضوع ده لازم تشتغل عليه. بعد كده بيروح المنتخب، بعد كده ترجع، لازم تشتغل عليه تاني. لازم تشتغل عليه على طول. لا ده عايز اعرف كمان الحارسين المرمى كان ايه المشكله. بس خلينا نطلع فاصل معلش اعزائي المشاهدين، هيطلع لفاصل سريع ونرجع نتكلم الحقيقه عن حراسه المرمى في كره اليد. كلام يعني مهم جدا وكلام هيفسر لنا ليه احنا عندنا كره اليد بالشكل ده او حراسه المرمى في كره اليد بالشكل ده، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حوارنا الشيق والممتع مع كابتن محي صلاح مدرب حراس المرمى بالنادي الاهلي لكره اليد. كابتن كنا بنتكلم قبل الفاصل عن عصام الطيار والهندسه واللي بتاخد من تركيزه كتير. طب الحارسين التانيين عبد الرحمن طه، انا كنت بمر ابتديت تدريب في النادي الاهلي، كنت ماسك فريق مواليد 97 98 تمام، كنا في اهلي مدينه نصر. فمسكت الفرقه دي كانت النتائج يعني شويه المهم ايه، فمسكتها. ف كان عندهم كم سنه الولاد؟ 98 كان عندهم 9 سنين. 9 سنين و97 كان عندهم 10 سنين. ممتاز. المهم فمسكت الفرقه دي، كنت انا مدرب الفريق. فكان ساعتها في اللائحه بتاعت النشاط الرياضي كان من حقك تجيب 2 لعيبه اعضاء رياضيين. المهم فايه ما كانش فيه شغل في الفرقه دي. فربنا وفقني وجبت لاعب اشول وجبت حارس مرمى، لان انا عارف حارس المرمى ده هو الفرقه. برافو عليك. فالاثنين دول اللي جبتهم في سنه 2007 كان كاستيلو وعبد الرحمن طه. انت اللي جبت عبد الرحمن طه النادي الاهلي؟ كان جاي قادم منين؟ كان تقريبا مركز شباب التوفيقيه. انت شفت في حاجه فجبته. وكاستيلو كان بترسان. انا شايفه موهوب من صغره من 2007. خلي بالك شوف احنا دلوقتي 2021 والاثنين تالت عالم والاثنين عناصر اساسيه. الاثنين خلي بالك كاستيلو هو هداف الفرقه لغايه دلوقتي. لا ده انا هروح للارقام بقى. اتقل عليا بقى اتقل عليا، ده انت معاك كلام من ذهب. بس الاول احنا يعني ده حميد. ده طه. لا انا عايزين نروح لحميد. عبد الرحمن طه ده عبد الرحمن طه. حميد بص بقى حميد خد هو حميد اصلا كان طالع مع كابتن طارق في منتخب الشباب، خد ثالث عالم. بس كان اللي بيلعب عبد الرحمن طه. تمام. كان بيلعب اكتر كبير اكبر. هو اللي كان بيلعب. لما نزل بقى منتخب 2000 ورجع بقى خد احسن حارس مرمى في العالم. اوكي. مشكله بقى حميد هو عنده 20 سنه اوكي، فالميديا حواليه عاملاه له يعني موضوع اتنجم بالظبط. لا هيستحق يعني تقريبا الامم المتحده مش عارف كان في حاجه فطالبينه هو عشان اللقب بتاعه وفي القرعه راح عمل القرعه و ما شاء الله.
عبد الرحمن حميد لو الموضوع ده ما تزبطش ممكن يأثر عليه في اللعب. ممكن يأثر عليه. فده كنت بشتغل عليه. حميد انت صغير في السن وبتاعه كده. بس الاعلام الدوشه اللي حواليك دي كلها لازم تكون ولازم تسيطر عليه كمان تسيطر عليها وبحساب فده عبد الرحمن حميد لانه عبد الرحمن حميد برضو صغير ده عنده 20 سنه تقريبا ما شاء الله بقى نجم كبير فالموضوع برضو محتاج ايه يعني افهم تسقيف. من كلامك ان علم الاضواء حاجه كويسه بس ممكن تحرق اللي قرب منها طبعا فلازم يبقى بحساب بحساب ويطلع امتى ويعمل امتى ودلوقتي ما تطلعش امتى تطلع بعد كده لا ما هو خلي بالك الرياضة صناعة طب انت مصاحبهم يا كابتن؟ طبعا لازم ابقى قريب منهم عشان ابقى عارف خلي بالك عصام يتعامل بطريقة وحميد بيتعامل بطريقة وطه يتعامل بطريقة حتى فنيا كل واحد بغير التاني يعني دايما بقول لهم ايه انا مش عايزكم زي بعض كل واحد ليه وقفته وكل واحد ليه التكنيك بتاعه وانا غير التاني وانا استخدمكم في المباريات اللي انا شايف ان هي شكلها ايه بالظبط كده والتلاتة متفاهمين يا كابتن لا التلاتة بصراحة يعني مع بعض متفاهمين وكمان برضه عصام يعني هو الكبير فالموضوع لامم الدنيا وهم عارفين اللي هو كبير عصام اكبر واحد بعد كده عبد الرحمن طه بعد كده حميد فالدنيا يعني الحمد لله حضرتك خدت بطوله علامه عسكريه يا كابتن اول علامه عسكريه سنه 98 معلومتي صح يعني لا صحيح وحضرتك كمان عضو كمان او مسؤول اللجنه التثقيفيه للمدربين الاتحاد العربي في الاتحاد العربي كره اليد معلومتي صح صحيح لا صحيح طيب. خلينا نروح للارقام اللي حضرتك جايبها بص بالنسبه لحراسة المرمى وكمان الهدافين بص احنا بالنسبه للدوري كان فيه مرحله اولى ومرحله ثانيه المرحله الاولى لعبنا 8 مباريات تمام عصام الطيار نسبته في الثمان مباريات اللي هم بتوع المرحله الاولى دول 42% 0.9 دي نسبه عاليه جدا حميد نسبته 35.4% تمام طه 33.3 الثمان مباريات دول كان هم لعبوا قد بعض يا كابتن عشان بس تبقى تبقى الاحصائيه عشان بس نرد على قصه حميد لان قال لك حميد ما بيلعبش وبتاع كده تمام عملنا اجتماع انا وكابتن طارق مع الثلاث حراس قبل ما يحصل الماتشات لان دي كان الماتشات دي اللي بتاهل 8 فوق و8 تحت تمام فاتفقنا وهم كانوا قاعدين ان احنا هنعمل نظام الدور كلهم هيلعبوا يعني الثلاثه لعبوا زي بعض نفس الوقت نفس هايل. الوقت هايل. هايل. الطيار اتشاط عليه 126 كوره صد 54 كوره ده المرحله الاولى حميد صد عليه 65 كوره صد 23 طه اتشاط عليه 93 كوره صد 31 كوره هايل اجمالي 284 شوطه صدوا 108 كوره يعني انتوا بتحاسبوا على الصد طبعا تحاول عليك محاوله وصديت كم خلي بالك دي ثقافه اتحطت فيهم بقى يجي يقول لي مثلا بين الشوطين انا صديت كم كوره لان انا بكتب ربيت فيهم الثقافه دي لا على طول خلاص دلوقتي انا صديت كم كوره ماليش دعوه بقى صعبه سهله لا لا ماليش زي ما احنا اتفقنا على التوقيتات الله ينور عليك وانا قعدت مع كابتن طارق كنا مع الجهاز قلت له يا كابتن طارق اي حاجه مستوى قليل حراسه المرمى انا اللي مسؤول مسؤوليه شخصيه ليهم هم ما لهمش علاقه انا اللي متحمل المسؤوليه يعني لو هم مستواهم وحش حاسبني انا ما تحاسبهمش هم عيني عليك انا قال لي حتى كابتن طارق قال لي دي شجاعه ادبيه منك لا كابتن طارق عسل راجل جامد تمام فدي المرحله الاولى دي ارقام ثانيه بقى يا كابتن دي المرحله الاولى دخلنا على المرحله الثانيه دوري اللي هو 8 فوق تمام الثمانيه فوق اللي هم ايه على منافسه اعلى ليفلات اعلى على منافسه الدوري المرحله الثانيه ليها حاجتين دور اول ودور ثاني تمام الدور الاول لعبنا 7 ماتشات السبع ماتشات في 60 دقيقه بكام؟ ب 420 دقيقه تمام خلي بالك حميد سافر المرحله الاولى حميد سافر تمام عصام الطيار لعب من ال 420 دقيقه لعب 240 دقيقه ده تقريبا نص صح؟ تمام وعبد الرحمن طه لعب 180 دقيقة تقريبا النص 25 دقيقة وديت تمام يبقى 180 220 في بقى ال 60 دقيقة زيادة عصام لعبهم عن عبد الرحمن طه ماتش الجيش عصام كان عامل بيك في ماتش الجيش صد تقريبا 15 16 كان لازم يقعد فكمل الماتش لغاية الآخر ده الفرق بينه وبين عبد الرحمن حميد طه الطيار لعب 60 دقيقة زيادة ماتش واحد تقريبا ماتش واحد تمام روتيشن تمام في الماتشات كلها نسبته كام بقى نسبته 93.2 3 وكم سوري 39.2 برضو دي نسبه عاليه تمام عبد الرحمن طه ده خلي بالك الدور اللي هو السبع الكبار بقى والثمانيه الكبار سبع ماتشات اللي هو الدور الاولاني طه نسبته 31.4 نسبه عاليه بالنسبه للوقت اللي لعبه عبد الرحمن طه
النسبة العالمية عشان الناس بقى تبقى فاهمة، النسبة العالمية متوسطها كام؟ احنا بنتكلم ارقام التوب من 28 من 28 29 لغاية 42 43. يعني انت محقق الرقم العالمي الستاندرد العالمي. هم المفروض هم عارفين ان هم ما ينزلوش عن 30% اي حال من الاحوال، وفعلا هم ما نزلوش عن 30%. وفي البدايه يمكن التيار في الراوند الاولاني عدى 42 عدى بوينت وصل للاعلى. يعني اوريدي بيجيبوا الارقام دي. فهو انا بقول لك يعني مثلا سي مثلا بالدقايق انا عاملها لك بالدقايق وانا لغه الارقام لا تكذب. بالظبط كده الارقام. يعني اقول لك بقى اصوم احسن اجوان، لا احنا خلينا نتكلم بالارقام. فهم التيار زي قلت لك لعب 240 دقيقه، طه لعب 180 دقيقه، التيار السبع ماتشات بتاع الدور الاولاني 39.2 وطه 31.4. لو جمعتهم دول هيطلعوا كام؟ هيطلعوا 70%. اوكي اجمالي بقى اللي شوت 148 تصويبه، ده السبع ماتشات. صد 58 ده عصام التيار. عبد الرحمن طه 102 تصويبه، صد 32. هايل هايل ارقام يعني. لا بصراحه ارقام عاليه جدا. طب خلينا انا عايز اعرف ارقام الهدافين بقى، ما احنا نشوف الناحيه الثانيه. بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا عن كره اليد وحراس المرمى كره اليد، ولكن بعد فاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع كابتن محي صلاح نجم صناعه حراسه المرمى في النادي الاهلي. كابتن كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الارقام، والارقام لا تكذب ابدا. كمل لي بقى الارقام. بالنسبه للنادي الاهلي لعب 10 مباريات فاز بتسعه، اوكي جاب 338 هدف. 338 هدف. هو ازيد من المنافس ب 24 هدف. يعني احنا خط هجومنا احسن او هجومنا احسن. ال علينا 248 هدف. طب المنافس عينك المنافس برضه؟ هو اقل من المنافس ب 18 هدف. يعني المنافس 266 عليه، احنا علينا 248. لا تعالى لي بقى كابتن، احنا كده الحمد لله فرقتنا بالسكواد اللي فيها اقوى خط هجوم. اقوى هجوم مش هنقول خط هجوم لان هو كله بيهاجم كله بيدافع. اقوى هجوم اللي هو المنظم والفاست بريك، واقوى دفاع بحراسه المرمى كمان. بحراسه المرمى بالظبط. يعني الحمد لله احنا بالارقام ينقصنا بس توفيق ربنا ان شاء الله باذن الله. كلامي صح؟ صحيح. طيب قول واحد. ايه الارقام الثانيه بقى اللي معاك؟ بالنسبه للهدافين، بص في اي فرقه تلاقي الهداف بتاعها غالبا بيبقى الباك. تمام، الباك ليفت او الباك رايت غالبا، يعني زي مثلا في الكوره بيبقى الفيرود. فاحنا عندنا الهداف بتاع الفرقه هو اول هدافين اللي هم الوينجين، الوينج ليفت والوينج رايت. اوكي اللي هم عمر كاستيلو، عمر خالد اللي هو كاستيلو. جايب 68 هدف من 91 تصويبه، يعني هو شاط 91 كوره جاب 68. نسبه عاليه قوي 75%. ده ما بيحصلش. طب ومين تاني يا كابتن؟ احمد سيسه اللي هو ما لعبش، كان في المنتخب ما لعبش ولا مباراه في كاس العالم. لما انا عندي علامات استفهام خلي بالك على عدم لعبه ده. وينج ليفت. وينج ليفت اوكي. جايب 54 هدف من 60 تصويبه. ده كده عدى الكام يا كابتن؟ عدى الحاجه و80. يعني تقريبا عدى الحاجه و80%. بس خليني اقول لك كابتن، يعني طب تفسر بين الوينجات بتوعنا الهدافين. هو دايما كابتن طارق بيقول لك دايما عنده كلام كده، بيقول لك ايه ان احنا عندنا في الوينجات 90% يا كابتن بيبلغوا 90% احسن وينجين هنا واحسن وينجين هنا في مصر. واحمد سيسه ما كانش بيلعب في منتخب مصر. لا ما انا كان عندي علامه استفهام. سيسه كان موجود ما كانش بيلعب. انا عندي علامه استفهام كده، وعندي برضه اسلام حسن عدم لعبه. اسلام حسن رقم 3 في الهدافين. في الهدافين ما كانش بيلعب. 49 هدف من 77 تصويب. بعد كده يجي بقى الباكين بتوعنا، محسن رمضان 44 هدف من 75 تصويبه، عبد الرحمن فيصل 42 هدف من 79 تصويبه، وبعد كده يجي نعمان اللي هو بلاي ميكر الثاني 41 هدف من 56 تصويبه. نعمان بالنسبه لي مفاجاه. بصراحه انا ما كنتش متوقع ابدا من نعمان هذا الاداء. بس انا كنا عملنا معاه حلقه في البدايه في اول الموسم، والحقيقه هو قال لي انا مركز وجاي عشان انا عايز اقول للناس انا استحق ارتداء فانيلة النادي الاهلي. وهو خلي بالك هو قال كده، بس هو في على ارض الواقع هو بكده. يعني مثلا سي مثلا التمرين مثلا بيبقى ميعاده الساعه كذا، هو اول لاعب موجود قبل الميعاد ب 10 دقائق وربع ساعه، سواء في الجيم او في الصاله. يعني هو فعلا خليني بقى اروح لقضيه شائكه يا كابتن معاك. ما هو ما ينفعش بقى ما يبقى معايا تمام كمان، يعني حضرتك راجل يعني عسكري وراجل يعني ما شاء الله عليك ربنا يديك الصحه. يعني قرار اللجنه المؤقته، احنا هنا ياما
طالما لدينا ان استحاله ان انت تلعب القائمه القديمه الموسم اللي فات لان ده ما فيهوش فير بلاي في الوقت اللي احنا طالبنا باستئناف الموسم حينها. جت اللجنه المؤقته طبعا خدت قرار بعرض الموضوع على مركز اسيوي التحكيم الرياضي وعرضوا قرارين او اوبشنين او احتمالين، يا لعب الموسم بالقائمه الجديده يا اما اعتباريا يلغي الموسم واعتباريا يفوز الزمالك بالدوري والاهلي بالكاس. رايك ايه في الحدوته دي؟ بص حضرتك انت لو عرضت الموضوع على مجلس الامن في الامم المتحده هيقول لك مفيش مستحيل تلعب بالقائمه القديمه. قلنا كده كابتن، قلنا كده مفيش في البلاي. الموضوع على فكره بسيط جدا، مش محتاج الكلام ده كله. احنا دلوقتي القائمه دي كانت سنه 2019، احنا في سنه 2021، بعد سنتين هتلعب بالقائمه القديمه؟ فبصراحه خلي بالك اللجنه اللي موجوده دلوقتي برئاسه الدكتور محمد الامين. محمد الامين دكتور محمد امين راجل دكتور اكاديمي وفي مجلس التعليم العالي اللي هو لما اي حد يعمل دكتوراه لازم هو اللي يوافق عليه، يعني عقليه مرتبه. الدكتور محمد امين بالورقه والقلم، يعني دكتور محمد امين وفي اتنين دخلوا في المجلس ده، اتنين فنيين على اعلى مستوى، كابتن عاصم السعداني وكابتن ايمن صلاح. وايمن صلاح تمام. فناس فنيين يعني. خلي بالك كره اليد، كره اليد في مصر عندها اجيال كتير جدا. طب ليه الحدوته؟ ايه القصه؟ ما احنا بنتكلم باللوجيك، ايه الحدوته وتشبث بشكل غير طبيعي ان انا لعبك وانت ناقص؟ يعني يا كابتن هل دي بطوله يا كابتن؟ يعني معلش انا لو بقول كلام غلط، هل بطوله ان انا اكسبك انت المنافس وانت مش كامل؟ طب اقول لك حاجه، اقول لك حاجه بس، المنافس عايز يلعب بالقائمه القديمه، انت عندك اهم اتنين متصابين في القائمه القديمه اللي هو هتلر. هتلر ووسام. وسام نوار. فليه بقى البروباجندا اللي معموله عشان انت عايز تلعب بالقائمه القديمه؟ يعني حتى وعندك اتنين مصابين في القائمه القديمه. يا سبحان الله. فهو الموضوع، الموضوع بسيط جدا. وخلي بالك اللجنه اللي موجوده دلوقتي او المجلس اللي موجود دلوقتي التوصيتين اللي هو موضوع بسيط جدا، هو بيروح ايه؟ بيشوف قانونا ايه؟ قانونا ايه اللي ينفع؟ وهل يفتى ومركز تسويه وتحكيم اللي موجود؟ لجنه التسويه دي ومركز التحكيم بيروح والله قانونا نعمل ايه؟ انا وصيت بيها حاجتين، يا يعني نلعب بالقائمه الجديده يا نلغي. وفي حاله الالغاء خلي بالك، في حاله الالغاء الزمالك اللي هو الموسم اللي قبله هيبقى هو بطل الدوري. بس خلي بالك احنا انا عندي اعتراض على دي شويه، ان في بعض الدول وفي بعض الاتحادات ما فيش حاجه اسمها اعتباري. يعني اعتباري دي انا بديك حاجه ريكورد، يعني انا برضو يعني انا مش قانوني، انا ما بقولش حاجه يا جماعه، انا بقولش راي الشخص، انا بين قوسين رايي الشخصي ان موضوع الاعتباري ده فيه بعض الامور، ولكن ماشي احنا نلتزم. هو بيديها ايه؟ الحمل اللقب الموسم اللي قبله، ما عنديش مشكله تمام. طب انا اقول لك حاجه، انت عارف ان الموضوع ده لما لو مثلا الاهلي بقى بطل الكاس للموسم اللي هو اللي فات اللي هو اللي فات ده الاعتباريه والزمالك بطل الدوري، ده هيعمل مشكله للفريق الزمالك. عارف ايه؟ ايه؟ هيقعد سنتين ما يعرفش يخش بطوله ابطال الكؤوس، لان نهائي الكاس كان بين الاهلي وجيش. فهم فرقتين بس اللي بيروحوا. فيقعد سنتين اللي هي الموسم ده واللي بعده. بالظبط، هيروح للدوري بس، يلعب بطوله الدوري. انت عارف عندنا في الهاندبول بطل الكؤوس بيلعب بطل الدوري ماتش سوبر، يروح يلعب بطوله عالم الانديه اللي في السعوديه. انت كده مش هتشارك في ابطال افريقيا للكؤوس. مش هتشارك. لا ده انا سمعت بقى يعني هم قال ايه يعني من هناك، يعني من النادي المنافس يعني. بيقول لك لا طب ما تدونا احنا الكاس والاهلي ياخد الدوري. الكلام ده مش هنقي بس هي بالظبط كده يعني الفكره ان هو يعني خلاص الموضوع الان في ايد مركز التسويه والتحكيم الرياضي، وهو بالاحتمالين اللي كانوا من الاول. بالظبط. وخليني اقول لك كابتن، انتوا كان موقف النادي الاهلي واضح ان احنا وقتها شهر 7 اللي فات نلعب برغم ان احنا ايه نادي الاهلي الوحيد اللي قال نلعب. نادي الاهلي الوحيد اللي قال نلعب. وكنا ساعتها كام؟ كنا الثاني. بالظبط. ولازم نكسب عشان نلعب ماتش فاصل، تمام؟ وهم كل الجمعيه العموميه ومع الاحترام لكل الناس قال لك نلغي، بعد كده نلعب. هو ايه في ايه؟ لا والعب بالقائمه القديمه. بعد كده العب بالقائمه القديمه والعب بالقائمه الجديده. انت مش متخيل حضرتك كميه الفاكسات والجوابات اللي جت بعد الزوبعه بتاعت ايقاف رئيس الاتحاد وبتاع، جالنا كميه فاكس. احنا يوم 1/4 ده يعني معلش، يوم 1/4 يوم 2/4 تمام، يوم 1/4 يوم 2/4 تمام. يوم 1/4 كنا هنلاعب الزمالك في الدوري الجديد. الدوري الجديد صح. ويوم 2/4 تمام هنلاعب الزهور. ده في الدوري الجديد السنه دي. لما حصل بقى وايقاف رئيس الاتحاد شال الماتشين والقصه دي، لا حطوا لنا بقى ايه 1/4 هنلاعب الزمالك
في الدوري القديم يوم 2/4 هنلاعب ال طلع الجيش الـ 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 لا يوم 1/4 لا ماشي تاني 1/4 اتلغى الماتش بتاع الزمالك في الدوري الجديد وعملوا القديم عملوا حطوا لنا ايه بقى حطوا لنا الجيش في الدوري القديم تمام و2/4 الزمالك في الدوري الجديد ايه ده يعني احنا يوم 1/4 و2/4 ده في الفتره اللي هي بتاعه التغيير والكلام ده كله والايقاف وكده اتبعت كميه وايه بقى الصاله تحدد فيما بعد الصاله تحدد فيما بعد تحس ان القرار متاخد بسرعه صح ولا غلطان انا كابتن هاني لاين قال لي انا من كتر الجداول اتبعتت لي ما بقتش عارف هنلعب امتى هنلعب يعني فيه. افهم من كلامك ان الجداول اتبعتت في عجله بالظبط كده اللي هو انا يعني اذا هو بلح اخد قرارات بالظبط كده لان عارف ان في قرار هيصدر ضدي فبلح اخد قرارات معينه عشان احط الدنيا قدام الامر الواقع بالظبط كده والكاس هو الكاس كنا احنا هنلعب المعادي والزمالك هنلعب الجيش اوكي قال لك تحدد فيما بعد تحدد فيما بعد ايه ايه الصربعه دي يعني ليه الصربعه دي طب وخلي بالك كابتن كان عندنا علامه استفهام ما اعرفش وصل لكم جهاز برضو ان بعد مباراه الزمالك في الدور الاول واللي احنا الزمالك فاز فوجئنا تاني يوم بتحديد مباراتين بتوع الماتش السنه اللي فاتت طب ليه ما تحددوش قبل مباراه الزمالك ولا هي كان النتيجه بنستنى نشوف الدنيا رايحه فين الاول كانت مستنيه الدنيا رايحه فين فحاجات حصلت بسرعه طب انتوا بتعزلوا اللعيبه ازاي عن الكلام ده بتعملوا كجهاز يعني انت كمدرب حراس مرمى عندك حارسين مرمى دلوقتي طبعا حميد ربنا يوفقه بره بتعمل ازاي عشان تعزل اللعيبه عن الكلام هو انت اصل انت بص خلي بالك برده انت مهما عزلت اللعيبه ما في سوشيال ميديا شغال. هي النقطه بس اللي هي ايه اللي انت تفهم اللعيبه اللي هو ملوش علاقه بالقصه دي احنا هنقول لك الماتش امتى يعني بس مره التمرين يعني هو في الاخر اللعيب يعني بنعزله عن السوشيال ميديا وكمان كابتن طارق بيقول لك ابعدوا شويه عن السوشيال ميديا عشان ما يبقاش ليها ولا تاثير سلبي ولا تأثير إيجابي أنا مش عايز تأثير إيجابي مش عايزين أي تأثير من السوشيال ميديا فبنبعد اللعيبة خالص عن الموضوع ده خلاص إحنا هنلعب كذا هنلعب كذا خلاص طيب بس هو هستأذنك يا كابتن إحنا معانا لعيبك المحترف في بولندا عبد الرحمن حميد عبر الهاتف إزيك عبد الرحمن؟ أيوه أخبارك إيه؟ تمام الحمد لله الدنيا برد عندك ولا الدنيا لطيفة؟ برد جدا طبعا أنت رايح في أسقع حتة يا عبد الرحمن والله نصيب كابتن محي بيسلم عليك سلم لي عليه جدا حميد ازيك عامل ايه قول له اخبار فيتامين تمام الحمد لله اخبار ايه فيتامين دي عملت طب هو بيقول لك اخبار فيتامين ده لايه موجود مفيش شمس هنا بقى احنا بنهنيك طبعا يا عبد الرحمن على مستواك الرائع اللي انت عامله الحقيقه مع فريقك الجديد وبنتمنى لك كل التوفيق وكلمني عن يعني رحلتك هناك اخبارك ايه ماتشاتك السوشيال ميديا بتتكلم عنك ازاي وكالات الاعلام عندك بتتكلم ازاي يا عبد الرحمن طبعا بشكر حضرتك الاول كابتن هيثم يعني وبرحب بكابتن محي لا وطبعا الموضوع في الاول كان صعب عليا جدا لاسباب كتير بقى مثلا الجو زي ما حضرتك قلت وناس جديده ولغه جديده وكده بس فاول فتره انا كده النهارده بقى لي شهر واسبوع فاول فتره دي كانت صعبه عليا تقريبا اول 3 اسابيع بالذات يعني بس وواحده واحده الدنيا الحمد لله بتتظبط يعني طب قول لي اول ما جالك العرض وبتاع وعرضته على كابتن محي بقى قول لي الكواليس قال لك ايه بتضحك وكابتن محي بيضحك لا هو كابتن محي وكابتن طارق وكابتن ياسر رملي يعني ما حدش فيهم وقف بمعنى يعني ان ما حدش فيهم وقف في طريقك في موضوع الاحتراف وهم كانوا على طول دايما بيقولوا لي ان هم يعني دايما عايزين نحترف بس بيبقوا مستنيين الوقت المناسب والفرقه المناسبه بس طبعا رحبوا بالفكره جدا يعني و يعني كان الكلام كله في اتجاه الايجابي وان هم هيحاولوا يودوني فتره حلوه وست شهور بس وارجع النادي يعني نادي الاهلي وحشك عبد الرحمن؟ والله يعني وحشك دخله النادي والقعده في صاله الامير عبد الله الفيصل وحشتك الدنيا دي؟ والله وحشتني طبعا. طب وعامل ايه هناك برضه في موضوع الاكل؟ خلي بالك احنا كمصريين بنطع اوروبا بنتعب جامد قوي في الاكل. والله ده دي اصعب حاجه. واللغه تمام؟ يعني طبعا. واللغه تمام هناك؟ لا دي تاني اصعب حاجه. ربنا معاك عبد الرحمن حميد طبعا من بولندا بشكرك وبتمنى لك كل التوفيق طبعا نجم حراسه النادي الاهلي المحترف في بولندا بشكرك وبتمنى لك كل التوفيق
تاني برضو احساس حلو يا كابتن يبقى اللعيب بتاعك بره وتابع اخباره. بص انا يعني بس هو ما حكاش القصه دي، هو كان على طول انا على تواصل على طول معايا يعني. فبيقول لي يا كابتن انا عندي اعراض كده مش عارف ايه بيوجعني ايه مش عارف ايه بتاع، وهناك اصلا ما فيش شمس. فقلت له يا حميد انت عملت تحليل فيتامين دي؟ قال لي لا. قلت له ازاي يعني؟ انت رايح اوروبا المفروض ده من الشمس. لا المفروض اول كشف طبي بيتعمل يعمل فيتامين دي. فيا ابني بقى لنا مثلا بتاع 10 ايام في القصه دي، اسال 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 المهم ايه. فاتكلم قال له، فلما سال الناس المسؤوله هناك قال لهم قالوا انت ازاي ما عملتش فيتامين دي؟ فاتت عليهم، فاتت على اللي عمله له. قال له ده هيتحاسب، ده ألف بيه عندنا. طبعا عشان تعرف بس اللي احنا مصريين بنفهم برضو مش اكبر بس. لا طبعا طبعا يا كابتن، لان الفيتامين دي خلي بالك مهم جدا لانه ممكن بيكون سبب من اسباب الاصابه. طب عمل التحليل؟ المفروض اللي هم هيعملوه. الموضوع ده مهم جدا هناك، مفيش هزار. يعني هو خلي بالك خاصه ان احنا دوله فيها شمس وعلى طول الشمس بتعرض للجلد، فالفيتامين ده الجسم بينتجه. لان هم لا هم انما هناك ما عندهم شمس، كل 6 اشهر بيشيكوا عليه على اللعيبه على الفيتامين دي. طبعا اصل الفيتامين دي ده لما ينقص تبقى في مشكله، ممكن اي خبطه اي حاجه يجي لك اصابه. صح. فده موضوع مهم يعني دي. وهو زي ما تقول ايه، هم حسوا اللي هو مسك عليهم حاجه يعني، انتوا ازاي ما تعملوش فيتامين مش دي؟ هو بقى انت يا كابتن انت اللي مسكت عليهم حاجه. طب اقول لك يا كابتن، يعني خلينا نتكلم عن مستقبل مصر. انت كان عندك رؤيه في كره اليد في التخصصيه انه لازم يبقى رايحين على كل تايتل او كل يبقى جوب ديسكريبشن لكل واحد ليه وظيفته، شايف ده ازاي؟ بص يا كابتن، اللي اتطور في الرياضه في العالم كله اللياقه البدنيه. حلو. اتطورت بطريقه مش طبيعيه. وانا كنت دايما بعد كل اولمبياد لازم اخد دراسه في الموضوع ده. بعد ريو، ريو كان في 2016، خدت دراسه في يناير 2017. فين؟ كانت في تبع اسبانيا في جامعه كاتالونيا. كاتالونيا برشلونه، اكليم كاتالونيا ده اكليم كبير هناك. وهم خلي بالك هم معتزين جدا بنفسهم وكده. هم عاملين طفره في الرياضه. بصراحه. فخدت شويه حاجات ابديت، لان انت الدول كلها في الاولمبياد كل دوله بتخبي الحاجات بتاعتها. بتفاجئك في الاولمبياد. بتفاجئك في الاولمبياد بالظبط، اكنها اسرار حربيه. طبعا. فبيطلع بعد كده النتائج. ويحللوا هم عملوا كانوا ماشيين صح ولا غلط. اللي بالظبط. فانت بتروح تاخد الدوره بعديها. بعديها؟ بعد ما كل النتائج ظهرت. بالظبط. فمثلا زي مثلا اللياقه في سنه 2017 اللي هي السنه دي، لما تيجي تشوف اخر اولمبياد بعد امريكا على طول انجلترا ولا الصين ولا روسيا. فاحسن جامعه في علوم الرياضه في علوم الرياضه كانت في انجلترا لسنه 2017 2018. حصل طفره في علوم الرياضه واللياقه، انت مش متخيل حصل طفره ازاي. زائد مثلا في علم النفس، انا عارف ان انت بتاع باسكت. تمام. انا حضرت دراسه في علم النفس، فمن ضمن الامثله كوبي براين بتاع الباسكت. الله يرحمه بقى. الله يرحمه، اللي وقع في الطياره وتوفى. تمام. فقال لك كان عنده مشكله في الليدرشيب جوه الملعب، جابوا له 3 اخصائيين نفسيين عشان يعلوا له الليدرشيب جوه الملعب. يا عيني عليك، ده انا حضرتها في دراسه. وادوني المثال ده، نادالو فيدرر، واحد لازم تعليه تنس، واحد لازم تعليه، واحد لازم تهبطه شويه عشان يحصل توازن وهو بيلعب. فمثلا سي مثلا انا شايف ان علم النفس الرياضي مش واخد حقه في مصر. لازم يكون، لان انت في الاول في الاخر انت بتتعامل مع بشر. صح. محمد احمد راس المرمى بتوعك ده غير ده غير ده. ويعني مثلا تلاقي مثلا اللعيب عندنا مش زي بره. بره اللعيب يعني محترف ومتفرغ للرياضه، هنا هتلاقي اللعيب ايه عنده كليته، واحد متجوز شغله، عنده ولاده بيوصل المدرسه الصبح. صح. ففي عوامل ثانيه. لازم علم النفس الرياضي ياخد في مصر اهميه اكتر من كده. اللياقه يعني مثلا زي مثلا في الباسكت، انت عندكم مثلا في الباسكت مدرب كان بيلعب باسكت وبقى متخصص في اللياقه البدنيه؟ مش موجود. صدق مفيش ده. انت بتجيب واحد في جيم او بتاع رياضه ملوش علاقه بالباسكت او بتاع العاب قوه. بره التخصص ده مهم. يعني مثلا اللياقه بتاعت الباسكت غير اللياقه بتاعت الهاندبول، بس في ممكن حاجات متشابهه غير اللياقه بتاعت الطايره. انا مثلا يعني مثلا دايما ايه، لعيب مثلا هيبطل، طب ما انت تخصص لياقه بدنيه.
تخيل انت لما واحد يكون متخصص لياقه بدنيه وكان بتاع هاندبول، مفيش الفكر ده، مفيش. انت بتجيب واحد مش بتاع اللعبه، مش فاهم اللعبه. يعني مثلا مدرب منتخب فرنسا لكره اليد اللي هو بتاع اللياقه، راجل متخصص بتاع هاندبول اصلا، حضرت له دراسات ازاي بقى، ازاي اصلا يعمل بريفنشن بروتكشن للانكل وللركبه والكتف عشان ما تصابش. يعني اصلا الاصابه بتاعه الانكل ما بتجيش، انت بتعمل تمرينات عليها من يومين لثلاثه في الاسبوع، الاصابه ما بتجيش اصلا. في اكشن بحيث ان ما يجيلكش اي اصابات في المره دي، او تمنايز يعني تقلل احتماليه حدوث الاصابات دي. بالظبط، يبقى انت عملت ايه؟ الوقايه خير من العلاج. بالظبط كده، بدل بقى بعد كده تخش في عمليات ومصاريف و و و. فده موضوع مهم جدا، موضوع مهم جدا، اللي هو العلاج الطبيعي، اللياقه البدنيه. انت حاسس ان عندنا لاج شويه في القصه دي؟ مفيش، لا عايزين يعني، عايز الواحد ايه، عايزين وعي، ومثلا عن طريقك في المنبر بتاعك ده الوعي، اللي هو اللعيبه تتخصص والناس تتخصص في الاتجاهات دي، لان التخصص ده دلوقتي بقى مهم جدا. زي مثلا المحلل، ده الاساس، ده الاساس. انا شايف ان اللياقه البدنيه هي الاساس دلوقتي. اللياقه، ما هو هو اللي اتطور، اللي اتطور اللياقه البدنيه، يعني هو اللي اتطور في الرياضه اللياقه البدنيه. يعني تلاقي الفنيات ثابته. بالظبط، الفنيات ثابته. اصل يعني معلش يعني سي مثلا مهاره في الباسكت، الباسكت بتلاقي مثلا بمهاره معينه اتغيرت. لا ما اتغيرتش، انما ازاي اشوط هي دي اللي اتغيرت. بالظبط. ازاي اشوط، ازاي جسمي يبقى يؤدي الحركه، وده البالانس. موضوع البالانس بقى مهم جدا. يعني انا مثلا من ضمن الدراسه اللي انا حضرتها في برشلونه دي، فالراجل بيقول لك كان في يوجا وفي ايروبكس، فانا قعدت خلي بالك الايروبكس اللي هو التمرينات الايروبكس، انت عايز تعرف. وبعد كده اليوجا دخلت في حراسه المرمى، فابتديت اسمع عن اليوجا واسمع عن الايروبكس، والاثنين دخلوا في تمرينات حراسه المرمى. وهي مثلا ايه، بره في اوروبا يقوموا عاملين معسكر مثلا حراس المرمى، مثلا زي مثلا الشباب والناشئين، ولاد وبنات، ثلاث ايام في الاسبوع او ثلاث ايام في الشهر. صحيح. تمام، صحيح. التمرين الصبح ايروبكس بميوزك بكل حاجه. يا كابتن بقول لك يا كابتن، ده الموضوع بعد ده بعد الظهر، ده الموضوع ده فنيات. يعني الموضوع ده محتاج مهم يعني. في عالم نيوزيلندي جمع اليوجا والايروبكس وعمل برنامج اسمه بادي بالانس. البادي بالانس برضه بمزيكا ببرنامج معين، 35 دقيقه، 45 دقيقه، 55 دقيقه، بناء على المرحله اللي انت بتمر فيها مرتين في الاسبوع. لا يا كابتن، انت ضيفي حلقه ثانيه ان شاء الله. الله. معلش هو الوقت طبعا. لا اتشرفت يعني. لا يا كابتن والله حضرتك نورتني وشرفتني. معلش الوقت عدى بسرعه، وانا مستمتع جدا، وقعدنا معاك وقت طويل. كابتن محي صلاح، نجم صناعه حراسه المرمى في النادي الاهلي لكره اليد، بشكرك نورتني وشرفتني. اشكرك كابتن هيثم، شرفتني. الله يخليك، شكرا. اعزائي المشاهدين، اطمنا على كره اليد، حراسه المرمى في امان. ان شاء الله تابعونا في حلقه جديده مع الابطال.